وماما تكون عملت الكمية 3 دول. يا رب يكون عجبكم، يعجبكم طريقة ماما، ولو عجبكم طريقة ماما ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اخباركم ايه؟ وحشتوني كتير كتير. النهاردة ان شاء الله بقى هملح اللفت، بس مش بطريقتي انا، بطريقة ماما. رحت لماما طلعتها، قلت بقى ما نعمل تحدي. احنا عملنا تحدي اللحمة، لحمة الراس، هنعمل تحدي اللفت، وتقولولي ايه من اللي من تمليحه احلى من التاني. هي تقريبا طريقة واحدة بس، نشوف برضو الطعم. هبقى ان شاء الله اعمل لكم فيديو عن اللفت اللي انا كنت عاملاه واوريه لكم. ده اللفت هنملحه برضو سليم، عشان في اتنين لفت ممكن ماما تقطعه بس، وده لفت مقطع ماما هتملحه على طول مقطع عشان ناكله على طول. صح ماما؟ اه. دوت تملح بسرعة عن ده. هياخد قد ايه ملح الحمامة؟ انا حطيت من هو ده، شوف ملح خشن زي ما انا قلت لكم، حوالي كبشة ايد كده. واحد، اثنين، ثلاثة اكبر كده. تلاتة كبشة ايد. ده اللفت اللي بحاله ولا المقطع؟ لا اللي بحاله. اللفت، طب اللفت اللي مقطع اقل منه؟ زيهم بالظبط. زي بالظبط، يعني نفس الملح. هنملي هي ماما حطت الاول الميه والملح في البرطمان، بتحط اللفت. لما هنكمل هوريه لكم هنعمل ايه. الوقت ملانا البرطمان الاول، ميلاناه زي ما هو، زي ما انتوا شايفين، والميه في نفس مستوى اللفت. وهنا ماما بتقطع اللفت اربعه. اللي عايز يسيبه حبه كتار اكتر من كده يسيبه سليم، بس يكتر الملح شويه، بس يكتر الملح. انا عملته كده عشان هسيبه، سبته سليم. بس لو انتوا هتسيبوه فتره. وماما تكون عملت الكمية 3 دول. يا رب يكون عجبكم، يعجبكم طريقة ماما، ولو عجبكم طريقة ماما ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة. بيكون كده خلصنا تمليح اللفت بكل سهولة. ملانا البرطمان اهو زي ما انتوا شايفين اهو. ده تحدي زي ما قلت لكم بينه وبين ماما. هي ملحت اللفت قبل، انا ملحت اللفت قبل كده، وهي ملحت اللفت. شوفوا الفيديوهين وقولوا لي ايه رايكم، انا ولا ماما. وممكن تجيبوا لون احمر تحطوه، يا ماما مش عايزه تحط فيه اي الوان بنجر ولا لون من عند العطار. انتوا في لون احمر عند العطار ممكن تجيبوه وتحطوا نقطه بسيطه كده. وممكن كمان في صديق كان علي يوتيوب في ورق كركديه، كان قال لي ممكن نحط ورق الكركديه في ميه اللفت. وماما تكون عملت الكميه 3 دول. يا رب يكون عجبكم، يعجبكم طريقه ماما، ولو عجبكم طريقه ماما ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه. ويكون كده الفيديو خلص معاكنا. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والاشتراك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.